السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. فالإنسان دائما يسأل أهل الذكر كما أمر ربنا عز وجل، وهذا البرنامج خصيصا لاستقبال فتواكم وأي أسئلة تدور حول الأمور التعبدية وحتى أمور الحياة. معي ومعكم في الاستديو فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا ومرحبا شيخنا. مرحبا الله يا شيخنا الكريم، أعزكم الله، ربنا يبارك فيك وأكرمكم الله. الحمد لله، ربنا يتقبل يا رب. اللهم آمين يا رب، وينفع حضرتنا. آمين يا رب العالمين. شيخنا، طبعا حتى تأتينا الاتصالات والاستفسارات من مشاهدين الكرام، معي بعض الأسئلة التي ترد إلينا عبر الرسائل القصيرة. بداية في سؤال يعني يتعلق بأخ سائل يقول: أنا عندي القولون، أسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه، لذا كثيرا ربنا عافيه أخرج ريحا ولكنه بدون رائحة، لكنه يقل وهو صائم، لكن في الأيام التي ليس فيها صيام يعني يكون المسألة فيها اضطراب أقل قليلا، فهل يأخذ حكم سلس البول ويتوضأ مرة واحدة فقط عند كل صلاة؟ بسم الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب، الله أسأل أن يكرمنا وإياكم بطاعته. آمين. وأسأل الله تعالى أن يشفي الأخ الحبيب، أن يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم آمين رب العالمين. أقول بداية ألفت نظره، ليست العبرة أن الريح له رائحة أم لا. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي جاء شاكيا تقلبات المعدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حتى تسمع صوتا أو تشم رائحة؟ قال أهل العلم: هذا كناية عن التأكد التام لخروج الريح. ليه؟ لأن كثير من إخواننا يتلبس الأمر عليه، فيخيل الشيطان، ندخل في قصة الشك والوسواس القهري وما شابه ذلك. ولذلك دائما نقول لأي إنسان أن يكون متأكدا على أن ريحا قد خرج. الذي يدل على ذلك إما أن يسمع صوتا له أو يشم رائحة له. فأقول له: إذا كان متأكدا لخروج الريح مستمر، فهذا يدخل في دائرة أو تحت منبه انفلات الريح مثل سلس البول. إذن المطلوب منه أن يجدد لكل فريضة وضوءا مستقلا، الفرض بسننه، مثلا المغرب بسنة العشاء بسنته وهكذا، لكن لا يجمع فرضين بوضوء واحد، شفاه الله وعافاه. آمين. يعني إذا توضأ لصلاة الصبح أو الظهر أو أي صلاة بسننه. نعم، تمام. حتى لو تأخرت هذه السنن، حتى لو تأخرت ربما يقضي حاجة يعني شيئا ما أو عمل، نعم، ثم نعم بعد ذلك يتذكر أنه لم يصلي النافلة، نعم، فيصلي بعد ذلك، يصليها بعد ذلك إن شاء الله في أي وقت، في أي وقت بين الصلاتين بالضبط. نعم. كذلك إذا أراد أن يقوم قيام الليل، يعني إنسان يريد قيام الليل، وقد يكون من الناس اللي ما شاء الله عندها همة عالية في قيام الليل، فيريد أن يقرأ بجزء أو بأكثر أو بأقل، وهذا مع انفلات الريح ربما يخرج كل دقائق. طيب هل يخرج من الصلاة ليعيد وضوءه؟ نقول له: لا، ابقى كما أنت وأكمل ليلتك على صلاتك، والله تعالى يتقبل، لأن الذي أصابك والله. هذا إذا كان مريضا مريض به. أما إذا كان أمر عارض، عارض عابر، يعني ممكن نتيجة أكلة معينة، نتيجة تعصب معين، انفعالات معينة، نتيجة مناقشات أيا ما كانت، فهذا نقول له: عليك أن تعيد وضوءك وتصلي. يعني في بعض الطلاب يحدث له هذا عند دخول الامتحانات بالضبط، مثلا رهبة الكاميرات، أو سيصعد المنبر لأول مرة، أو يواجه الجمهور لأول مرة. صحيح، البعض ربما يحدث له هذا من باب الرهبة. إذن هذا لا يأخذ الحكم العام، نفس الحكم. نعم، لا، لأنه أمر عارض. الحكم العام عليه أن يتوضأ ويخرج إذا خرج ريح ويعيد وضوءه. لما؟ لأنه أمر عارض،
يعني شيء غير مستقر غير ثابت. لكن الآن الثاني انفلات فأصبح مرض عافانا الله إياكم مثل من به سلس البول. ويتابع مع الطبيب. نعم ويتابع مع الطبيب هذا أمر آخر، أسأل الله أن يشفي كل مريض. اللهم أمين يا رب العالمين. جزاك الله خيرا. طب الشيء بالشيء يذكر. أحيانا بعض الناس يكونون ربنا يشفي كل مريض ويعافي كل مبتلى. آمين. يعني على الفراش. وربما يصلون بلا وضوء لأن الحالة المرضية وصلت إلى حالة حرجة. فكيف يصلي مثل هذا؟ أو يعني إن كان الإنسان مريضا وبه شيء من هذا هل يتوضأ؟ وإن كان لا يستطيع هل يصلي بلا وضوء؟ بورك فيك، ما أجمل الإسلام ما أروعه. دين كله يسر ورحمة على الإسلام على المسلمين. ولو يتأمل، إذا تأمل الإنسان هذا الدين بنوع من بعيد عن العصبية حتى لو كان غير مسلم، إنما سيخر ساجدا أمام تعاليمه. إي والله الذي لا إله غير، لا تعصبا لأني مسلم، لكن الذي يقرأ في الأديان والأمم السابقة يعلم هذا يقينا. فديننا كله رحمة. فأقول لمن به هذا، أسأل الله تعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى. اللهم أمين يا رب العالمين. عندنا باب في الفقه اسمه صلاة فاقد الطهورين. هذا الإنسان الذي مثلا ربما يكون في غرفة العناية المركزة التي يقول عنها كثير من الناس غرفة الإنعاش، خراطيم ولا يستطيع أن يتحرك، يعني كما أنا أتحرك الكرسي هكذا من الأجهزة التي موجودة، هذا كيف نوضعه مع وجود دم يخرج منه الأسطرة أو القسطرة وغيره؟ هذا على حاله التي عليها نعم يصلي. فأقول إذا أمكن أهله أو سمح له من قبل الأطباء أن يتوضأ، يعني نحن نأتي بماء ثم نبلل أيدينا وعلى أعضاء الوضوء، فبها ونعمة. لا والله لا يسمح له بذلك ولا حتى التراب، لأنهم يخافون المكان معقم فإذا فيه مشاكل كثيرة. أقول له استحضر عظمة الله في قلبك، وإن لم تكن متوجها إلى القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، فصلي وصلاتك صحيح. شيء بشيء يذكر. بعض إخواننا الذي يصاب بإنسلس البول أو انفلات الريح يقطع الصلاة خاصة كبار السن. قبلت هذا شيخ الحبيب سامي. تقول له لما لا تصلي؟ يقول لك والله أنا مكسوف أصلي، يعني وأنا بصلي ينزل شيئا مني أو شيء مني. فحياء منه، هو مدخل من مداخل الشيطان. نعم. طبعا وليس من باب الحياء، ولكن فيه نوع من أنه لم يسأل حول العبادة، هل تجوز صلاته، هل يجوز وضوءه أم لا، فيقطع العبادة. هذه مشكلة، يعني مشكلة أن الكثير من الناس ربما يستحي من السؤال. يضيع العلم بين الكبر والجهل. إذا لا أعلم والله ليس بعيب أن أسأل، سبحان الله. فأنا هذا موجود في المجتمع، يعني بعض الشباب يأتي باكيا خائفا على والدي أو أبي أو أمي أو أيا منهما، فيقول يا شيخ يعني كان ملتزما وكان لا يترك الفجر ولا صلاة جماعة، الآن فأصيب بسلس أن لا يصلي من سنين، من سنتين، من يومين، من أسبوع، أيا من كان. فنقول لمثل هذا أو لهذا النوع أو هؤلاء أبائنا الأفاضل أمهاتنا الفضليات، من الذي ابتلاهم بهذا المرض؟ الله هو الذي أمرهم بالصلاة حتى مع هذه الحالة، حتى مع هذه الحالة. ولو نزل البول أثناء الصلاة فالصلاة صحيحة. كل المطلوب منه شيء واحد، إما أن يتحفظ جيدا أو يضع خرقة أو عصابة حول عضوي أعزكم الله مع احترامي لمن يسمعنا. أمين. أو فقط لغير يأخذ حضره حتى لا يتلوث المكان اللي يصلي فيه، إذا كان سيذهب إلى المسجد إن شاء الله سبحانه، لكن لا يترك الصلاة. أرجو أن ينتبه، لا يترك، لا عذر لأحد في تركه للصلاة. الله ما رفع الصلاة عن الذين يحاربون ويجاهدون في سبيله حتى وقت اختلاط الصفوف فيصلون. وهناك باب في الفقه كبير يسمى صلاة الخوف، كان أولى الناس أن توضع عنهم الصلاة هؤلاء، فما وضعها الله عنهم، فلا عذر لأحد في ترك الصلاة. وما رفعت الصلاة إلا عن واحد من ثلاث: صبي حتى يحتلم يبلغ، مجنون حتى يعقل، نائم حتى يستيقظ. هذا قول حبيبنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ سامي، وده من رحمة ربنا عز وجل بنا وبأمة الإسلام. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. سؤال آخر: ما حكم قراءة الفاتحة عند عقد الزواج، حتى قد أصبح البعض يطلق عليها قراءة الفاتحة وليس العقد، فيقول مثلا قرأت فاتحتي على فلانة، هل هذا مشروع؟ وأيضا أنا أزيد على هذا السؤال أيضا: حكم قراءة الفاتحة على الأموات؟ بورك فيك، من حيث الحكم الشرعي
لا يوجد في الشرع ما يسمى بهذا تماما، لكن هي عادات وتقاليد وأعراف موجودة لدى الناس. يقولون اليوم سنقرأ الفاتحة، هي الخطبة، الناس يعني خطبنا فلانة لابننا، ذهبنا إليه، اجتمع الناس فيجتمعون، فيقوم كبير العائلة أو ممثل الابن الفاضل فيقول لوالد العروسة إن شاء الله يعني يشرفنا أننا نطلب يد ابنتكم لابننا، فيرد الآخر يقول وافقنا. طيب يا أخوانا الفتحة على هذا الكلام، هذا لا أصل له في دين الله. أنا أعلم كلامي قد يغضب بعض، قلنا أقول لك يا أخي بنقرأها تبركا يا شيخ، أو يظن أنه تشدد أو هذا تنطع وتشدد وما تتركوا الناس وحالهم. يا إخواني الدين اتباع، الدين قال الله وقال الرسول، لا يجوز لي أن أستحسن يعني في أمر يعني سبحان الله يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو إمامنا وهو قدوتنا. فأنا أقول لإخواننا هذا لا أصل لهم في الدين، اقرأوا ما شئتم، اقرأ ما شئت، لكن لا تقل لي أن هذا أمر ليس له علاقة بالدين، يعني ليس له أصل ولا سند ولا نص. ونحن علمنا دائما الاتباع خير من الابتداع، ذلك الإمام أحمد وغيره من أهل الفضل والعلم مشايخنا الأكارم العظماء قال المبتدع يقيم بدعة يهدم أمامها سنة. صحيح. كان الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه المبتدع لا يسلم عليه، لا يلقى عليه السلام، فبيسألوا ليه؟ قال رضي لأنه أمات بها سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أقول لإخواننا ما أجمل أن نتبع، إيه المشكلة؟ إحنا خطبنا بنتنا ما في، والإشهار الذي نقصده ونريده سيكون في العقد عندما نجتمع في المسجد أو في البيت أو في أي مكان من الأماكن، وقد يقول أحد شيوخنا أو أحد طلبة العلم كلمة يذكر فيها الناس بأي تذكير خاص بهذا الباب، إذا الأمر واضح ومشهور. لكن الذي نصنعه لا علاقة، مثل الذي أنت تفضلت وذكرته طرعا الفتحة على الأموال، لك يعني معدين على المقابر، طب نرى لهم الفتحة بقى، وبعض أخوانا يقول لك الفتحة مفتوحة، وبعض أخوانا يقول لك الفتحة على الهدى. أنا ما أعرفش يعني إخواننا لهم ألفاظ عجيبة، يعني أنا يعني دائما أفتح على ابن الحرام، نعم أحسن الظن بكل إخواني والله، نعم، لكن أنا أرجو وأتمنى من إخواننا وأخواتنا الفضليات أن نكون كما أراد النبي. الصحابة ما حادوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أقول ليس هناك ما يسمى بفتح الأموات تماما. يعني فتح الأموات؟ يقول أنا هقرأ قرآن يا شيخ، ده موضوع تاني هعلق عليه الآن، لكن لا يوجد حسم فتح الأموات أو نقرأ الفتح للميت، هذا لم يثبت. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هل نحن أفضل من النبي؟ هل نحن أرحم بهذه الأمة من النبي؟ مستحيل والله مستحيل. النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان يدفن أحد الصحابة والصحابة حوله وانتهوا من دفنه، قال النبي اقرأوا القرآن لأخيكم، اقرأوا الفاتحة لأخيكم، أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسلم. لا طلب مغفرة، دعاء، هذا كلام النبي. فإذا أنت وقفت على مقبرة أو أنا أو أي من الناس عند دفني ثم دعا فأمن الناس خلفه أو دعا كل واحد منا فرادا، فهذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. لكن أن أقف وأقول هذا أمر يعني المسلم الأولى به أن يضحك، والله والله ثم والله وبالله وطالله ما ساد المسلمون وملكوا زمام الأمور إلا عندما اتبعوا هدي نبيهم، وما ضاعت الأمة إلا عندما نحت هدي حبيبها جانبا. أما فيما يتعلق بقراءة القرآن هل تجوز على الميت أم لا، هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم. جمهور أهل العلم أنها لا تجوز. ابن الصلاح يعني، نعم يعني قراءة القرآن على الميت يعني ما يقول وهبت قراءة ما قرأته من القرآن على روح فلان، سأزيد الأمر تمام بالضبط. يعني أنا جلست أمسكت المصحف قرأت سورة 2 3 جزء أقل أكثر وأهبها للميت، خلاف بين أهل العلم. ودائما المسألة أو التي فيها خلاف من أهل العلم لا نشدد ولا نضيق على الناس، نعرض ونقول ما يطمئن القلب إليه. فجمهور أهل العلم على أنه لا يجوز كان يقرأ لنفسه. ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه من أئمة علم علماء أهل الحديث قال نعم يجوز ينتفع، هذا ثواب أنا مأجور عليه وأنا بتنازل عنه لهذا المسكين الميت فلا بأس. ولا أنا بميل بحقيقة لرأي ابن الصلاح أنني قرأت من القرآن ووهبت الثواب. لا قبل هذا. نعم إن قبل أسأل الله أن يتقبل. نعم. يعني كما نقول كلنا طامعون في كرم الله. يا رب. يعني عندما أقرأ القرآن أنا أرجو
أرجو أن يأجرني ربي خيرا، فأقول يا ربي إن قبلت مني فأنا متنازل عن هذا الخير لأبي لعمي لخالي، واعلموا أن الله تعالى أكرم منا جميعا. طب أتاني سؤال الآن، طب يعني أن يصلى مكان الميت أو يصلي أحدنا مكان أحد أقاربه أو أي إنسان النوافل بدلا منه بعد وفاته، هل هذا جائز؟ بورك فيك. لا، علينا أولا أن ننتبه إلى أمر، هناك فرائض تجوز فيها النيابة وفرائض لا تجوز. يعني النيابة يعني أن أنوب عن غيري، أنوب عن أبي، عن صديقي، عن بنتي، عن أمي، عن أحد المسلمين، يجوز. هذا جائز في الزكاة، نخرج عنه زكاة، كان لم يزكي فجاء أبناؤه من بعدي قبل أن يقتسموا الميراث فزكوا، نعم. ما كان يصلي، هل يجوز لي أن أصلي مكانه؟ لا، وهي الفريضة الوحيدة التي لا تجوز فيها النيابة، فلا يجوز أن أصلي لأبي ولا أن أصلي ولا لأحد من المسلمين، لكن يجوز أن أصوم عنه. نعم، أصوم بنص حديث النبي، أرأيت لو كان على أمك أكنت قاضيه أو كنت قاضيته، الروايات موجودة صحيحة. نعم، قال بلى، قال أقضوا الله، وفي رواية الله أحق بالوفاء صلى الله عليه وآله صلى الله عليه. الصلاة الفريضة لا تجوز شرعا. طب أنا أقوم الليلة، أنا أصلي نوافل بعيدا عن الفريضة، ثم أتصدق بمجهودي هذا علي؟ نعم يجوز. النافلة فقط. النافلة. لكن الفريضة لا. الفريضة لا. طب لا. إذا كان لم يصم أصوم عنه. والحج كذلك. والحج كذلك، حج وزكاة وصيام. النبي عندنا أحاديث صلى الله عليه وسلم. الرجل التي أتى إلى المرأة التي أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا، عفوا، قد مات أبي قبل أن يحج، نذر أبي أن يحج ولم يحج، وهذا من جهينة، تمام، أفأحج عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال قال أقضوا الله، فهذا دين. كذلك الصيام، كذلك الزكاة، الصلاة لا. طب يعني طبعا هناك أمور يعني بيبقى ليها أسباب أو علل، أو فما علة ذلك؟ أن الصلاة المطلوب فيها من العبد أن يقف بين يدي ربه ليتذلل، وأن العبد ينبغي أن يكون بين يدي ربه تبارك وتعالى، وهذا أمر تظهر فيه الصلاة تجمع كافة الأركان الخمسة إنجاز التعبير. لكن عندك الصيام. طب ممكن ناخد أم حمزة ونجيب نقبل الإجابة. طب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أم حمزة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك أنا بسأل عن عندي ابني عنده 8 سنوات. دلوقتي أنا عايزة يلعب يتدرب لعبة الكاراتيه، لكن إيه حكم تحية الكاراتيه، وخصوصا لو دخل أي مسابقة لازم إنه أول حاجة يعمل تحية الكاراتيه اللي هي شبه ركوع، فأنا يعني مختلف فيها في موضوع الركوع لغير الناس. تمام، رأي حضرتك. ماشي يا أم حمزة. في سؤال آخر يا أختنا؟ شكرا على الاتصال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم نجيب أختنا ولكن بعد ما نكمل. أرجع مرة ثانية فأقول بارك الله فيه، عندنا بعض الحكم أو من الحكم ما يكون تعبديا، يعني هكذا فعل النبي وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن النبي في الصلاة ما أباح ذلك، ما قال فيها شيئا، على خلاف الزكاة، على خلاف الحج، على خلاف الصيام، وردت فيها أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طب مش ممكن حد يقول صلى الله عليه وسلم، طبعا حد يقول نقيس على الزكاة ونقيس على الحج وهذا فريضة وهذا فريضة، ولا الأمر توقيف ما لم يقل؟ القياس يا سيدي يكون فاسدا. لما؟ الأصل ألا ينوب أحد عن أحد، هذا الأصل. من الذي رخص في الإنابة؟ المشرع، النبي مشرع صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي وردت. فلو أنني قست مثلا، نحن الآن ما صلينا مثلا أو صلينا العشاء مثلا وبقي على صلاة المغرب، عفوا الفجر، ده ساعات، ما المشكلة أن نقوم أنا وأنت ونصلي الفجر قبل أننا قد نموت؟ استحسان سبحان الله. أقول لا، هناك نصوص، فالأصل أنا لا أنوب عن أحد، لا أنوب. فإذا وجد نص يخرجني من الأصل استثناء، وهذا النص إما أن يكون القرآن وسنة أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تمام، صلى الله عليه وسلم. يبقى الإنابة تكون في زكاة، في صيام، في نعم، حج، نعم، في عمرة، لكن ليس في الصلاة. في الصلاة، الصلاة، لكن في النوافل ده في الفريضة. النوافل ماشي. في النوافل لا بأس. تمام. نعم. سؤال أختنا أم حمزة، هي ابنها ما شاء الله ربنا يحفظه لها، 8 سنوات،
وتريد أن تجعله يلعب لعبة الكاراتيه. هي تسأل الآن حكم التحية اللي فيها انحناء أو ما شبه ركوع. يعني نحن قبل أن نجيب أم حمزة بورك لها في ابنها وبارك الله في كافة أبناء المسلمين، أنا نصيحتي للأباء والأمهات، نصيحتي للشباب، وجهوا الأولاد لممارسة رياضة في هذا الزمن والعصر الذي نحن فيه، نشغل أوقاتهم وفراغهم حتى لا يتجهوا إلى اتجاهات كلنا يعاني منها وكثير من الأسئلة نعاني منها للأسف الشديد. فأنا أقول نوجه، نعم. طيب أرجع مرة ثانية إلى سؤال أم حمزة بورك فيها، هي تسأل، هي ليس لهنا ما هناك بأس أن يتعلم الكاراتيه، لكن وإن كان أفضلها طبعا السباحة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، الفروسية والأخير. ده حديث سيدنا عمر. نعم سيدنا عمر رضي الله تعالى عفوا جزاكم خيرا. لكن الذي أريد أن ألفت النظر إليه، يجوز له أن يتعلم كاراتيه؟ نعم يجوز. طيب التحية اللي بيعملوها هذه من أعراف القوم وتقاليدهم، ولا بأس، لا يقصد بها المسلم انحناء، فالمسلم لا ينحني لغير الله تبارك وتعالى أبدا، فلا بأس ولا حرج. لكن ليس فيها خلاف؟ نعم ليس فيها خلاف. تمام جزاك الله خيرا، ونحن في انتظار الأسئلة والاستفسارات والاتصالات. ولكن شيخ الكريم بعد هذا الفاصل، مشاهدين الكرام معنا فاصل ونعود إليكم بإذن الله بعد قليل. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل القبول والتيسير. طبعا كان قبل الفاصل معنا إجابة سؤال أختنا أم حمزة بخصوص لعبة الكاراتيه. في الفاصل أنا يعني كنت بدرد شوية مع شيخنا الكريم، بقول إن الانحناء، فشيخنا كان لي تعقيب، فحبيت إن شيخنا الكريم بورك فيه الناس تسمعه. يعني أقول لإخواننا وأحبابنا الكرام، الله يرضى عنه عنك، وهو إذا كانت الانحناءات هذه يقصد بها الركوع لله تبارك وتعالى، هذا محرم شرعا، لأنه لا ركوع لغير الله. تمام. ولكن مجرد هي تعارف في هذه اللعبة، لأن يمارسها كثير من غير المسلمين ولا يفقهون ما معنى الانحناء لله، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. تمام. لكن في ناس بتنزل نزلة جامدة، يعني لا يعني نقول لو هي فقط لغير، يعني مجرد الحركة أو الإيماء لا بأس ولا حرج. تمام. لان حضرتك لو قلنا دي اللعبة دي لا ما تتلعبش، عشان دي ممكن سنضيق على الناس كثيرا ويفر منها كثير من المسلمين. نحن نريد المسلم ألا يضيق عليه ما لم يكون فيها مخالفة شرعية لله تبارك وتعالى. نعم. لكن تحية بعض من يقفون على بعض المصارح وينحنون للمشاهدين لا يجوز شرعا. تمام. نعم لما؟ لان تحياتنا في الدين الإسلام، نحن مسلمين. هذه لو أن الأمر بيدي لقلت لإخواني كل لعبة فيها مخالفة ولو بسيطة لا تمارسوها، وعندنا الكثير، ونستطيع أن نفرض لغتنا أو نفرض واقعنا ونحن الآن ضعاف، نسأل الله المعافاة. لقلت تحيتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الذي أمامي غير مسلم، يعني الأمر يحتاج إلى فقه واقع، الله يصلح حالنا وحالك كذلك يا رب. في بعض إخواننا يمكن ذكرنا في جنوب شرق آسيا، عندما يحييك مسلم لا ينحني، هو فقط تأتي أصبعه هذه على أنفها كذا ثم تنحني رأسه انحناءة، ناقشت بعضهم فيها فقال هذا إجلال وتقدير واحترام لمن أمامي. تمام. نتجاوز ونأخذ السؤال، هذا السؤال الآخر إن شاء الله تعالى. أخي الكريم يسأل ويقول شيخ الفاضل، هل يجوز أن أرائي والدتي بعمل الصالح حتى تفرح؟ وأنا يعني أضحك أو أبتسم لكلمة أرائي. نعم. والدتي، فأنا حاسس أنه لا يقصد معنى الرياء في أكيد. المذموم. نعم أكيد، لأن كلمة الرياء محرم. تمام. الرياء منهي عنه، الرياء محبط للعمل. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياك وإياه وكل السامعين وكل المسلمين الإخلاص في القول والعمل. هو ربما يقصد أنه يريد أن يدخل السرور على أمه إذا ما رأته يصلي ويحافظ على الجماعة، هو مع نية إدخال السرور على قلب أمه. بالضبط. نعم. تمام. فهي يعني إذا ربما إذا رأته يصلي تكون كحال كثير من الآباء والأمهات، يكون في قمة الفرح والسعادة، ابنه يحافظ على صلاة الجماعة أو يقوم الليل أو يقرأ القرآن أو يحفظ، هذه أعمال خير. فإذا كان هذا هدف ومقصده، نعم يجوز وله أجران، أجر العمل الخير الذي يؤديه، والأجر الثاني وهو نية إدخال السرور على أبويه، وهذا أمر آخر زي الذي مثل الذي يتصدق. فأنا وقفت في المسجد أو في الشارع، ثم الأفضل صدقة السر،
أنا أخرجتها علانية أمام الناس لا لقصد المباهاة والمراءة، إنما أردت أن أحرك قلوب البخلاء. تمام صحيح. فلي بها أجران. تمام. أجر صدقتي. موضوع النية ده مهم جدا، ولكن بعد اتصال أختنا الأستاذة نعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا، تفضلي يا أختنا. أهلا بحضرتك. تفضلي نسمعك. أيوة لو سمحت، أنا عايز أسأل الشيخ سامي سؤال. تفضلي سامعينك، تفضلي. لو سمحت يا عم الشيخ، أنا كنت في مشكلة كده بعدين بيني وبين زمايلي، فاتفقنا على ان احنا ما نفتحش المشكلة دي تاني، وقرينا الفاتحة على كده، وبعدها الناس اللي كانت في النص قالت ايه، لو انت في خيرة من امرك، لو انت عايزة تثبتي براءتك ممكن تتكلمي في الموضوع تاني وتثبتي براءتك، تكلمي الطرف التاني، والا فانت احنا عند وعدنا يعني، وعند قراية الفاتحة. فانا طبعا اخترت ان انا نثبت براءتي، والحمد لله اثبتت براءتي وكل حاجة. فدلوقتي ايه حكم ان انا قريت الفاتحة وبعد كده هوت انا يعني لقدتها وكلمنا في الموضوع تاني، واثناء ما اتكلمنا في الموضوع تاني اتكلمت الطرف التاني برضو، كلمتني بيني وبينها وقالت لي الموضوع ما يتفتحش، وقرينا فتحة بردك على كده، فطبعا ما كانش ينفع. يعني الموضوع ما يتفتحش يا استاذة نعمة، يعني خلاص هي المشكلة ما بقاش في بينكم مشكلة؟ هو الموضوع خلاص الحمد لله يعني، بس انا عايز اعرف ايه لو فيها كفارة او الفاتحة. حاضر. مش حاضر. في سؤال تاني يا اختنا؟ نعم، سؤال تاني لحضرتك؟ لا شكرا، جزاكم الله خيرا. وإياك ربنا يحفظك. نكمل موضوع النية، لأن موضوع النية موضوع طيب ومحتاجينها في كل أعمالنا، إنما الأعمال بالنيات كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم نجيب سؤال أختنا الفاضلة نعمة. نرجع يعني دائما وأبدا ما أنصح نفسي وإخواني، استحضار النية مطلوب. كيف؟ الإنسان المسلم يستطيع أن ينتقل من عبادة إلى عبادة في يومه بل ونومه. يعني ممكن النوم نفسه. نعم. يكون عبادة يعني صحيح. إذا مسكت هذا الكوب لأشربه، أنا أستحضر النية أشرب ماء لأروي هذا البدن لأحافظ وأطعمه لأستطيع أن أتقوى به على طاعة الله، إذن هي عبادة. أصبح الأكل والشرب عبادة. نمت من أجل أن أخذ قسطا من الراحة لأستعين على الطاعة، إذن صارت حياة المسلم كلها عبادة. لذلك أقول دائما لإخواننا، استحضروا النية الطيبة حتى عند نومكم، حتى إذا قبضتم بعثتم عليها. نعم. هو ربما السائل جزا الله خيرا أو السائلة يعني يقول إن أنا عندما أرائي أبي أو أمي لإدخال السرور على قلب أحدهما أو كليهما، هل هذا فيه شيء؟ ليس فيه شيء. ليس فيه شيء، لأن هذا ليس من الرياء. ليس رياء. تمام. ليس لأن رياء. مش ده الرياء اللي فيه سمعة أو فيه أن يشار إليه بالبنان أو أنه يريد أن يذاع بين الناس صيته أو ما شابه ذلك، أو أنه يريد منفعة أو مصلحة. صحيح. ولكنه يريد أن يدخل السرور على قلب والدتي. أسأل الله عز وجل أن يدخله الجنة بهذه النية الصالحة. آمين يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. آمين. وأن يشفي جميع مرضى المسلمين. أختنا الفاضلة نعمة كان بينها وبين إحدى زميلاتها في العمل مشكلة وحلت، ولكن المشكلة أنهما أو أنهم قرأوا الفاتحة، فهي تسأل عن حكم هذه القراءة. قلنا مرارا ونقولها تكرارا، لا يترتب على قراءة الفاتحة شيء ما لم يكن هناك تعاهد لله. يعني قلنا كده ونحن بعيد عن قرأنا الفاتحة ثم نقضنا، ما عليها شيء من تمام. قريب ولا من بعيد. يعني لا يترتب عليها أحكام شرعية. تمام. لكن إذا كنا في جلستنا قلنا اتفقنا قلنا كلاما ثم قلنا نعاهد الله على ذلك، فهذا ينبغي أن نقف معه لأنه يعتبر بمثابة محتاج وقفة. ولكن معاهدة الله عز وجل مهمة جدا. ولكن بعد اتصال أم ياسمين الأستاذة، تفضلي. السلام عليكم يا أم ياسمين، تفضلي يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت ممكن أسأل الشيخ سؤال؟ الشيخ سامي حضرتك، تفضلي. ألو؟ تفضلي كلمي، تفضلي. طيب ماشي. كنت عايز أسأل الشيخ، بس دلوقتي أنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندي بنتين ملتزمين بقالهم أكثر من 10 سنين منتقدات بفضل الله سبحانه وتعالى. تزوجوا بإخوة المفروض إن هم ملتزمين نفس الحكاية، الحمد لله رب العالمين. اللي حصل دلوقتي ان هما بيتفلتوا قدامي، بيبقوا متفلتين في افعال ليهم. انا مين اللي بيتفلتوا، البنتين ولا الـ 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 الازواج؟ منهم مثلا
انا حدودي ايه في التوجه معاهم؟ انا دلوقتي مش ولي عليهم، لكن انا بغضب منهم ومن افعالهم دي وبقاطعهم في الله سبحانه وتعالى، وبشد عليهم، ما ببقاش قادره اشد على ازواجهم لان ده مش من حقي. بس هل شرعا يجوز لي؟ ايه حدودي انا كأم لما اشوفهم بيعملوا حاجه غلط مش موافقه للشرع؟ زي ايه حضرتك؟ هقول لك يعني، هل ينفع ان بناتنا في هم دلوقتي ولادهم بيبقوا في المدارس، يوم الصبح يقولوا ايه احنا قاعدين فاضيين ما وراناش حاجه، نروح ايه نفطر في كافيه او هسميها مكان عائلي فيه امهات واسر وكده، نروح نفطر الاسبوع ده في الحته الفلانيه، طب والاسبوع اللي بعده ده في اوبن بوفيه في الحته الفلانيه نروح. احنا ما بنعملش حاجه غلط، احنا بناكل والمكان عائلي جدا. مش كل اسبوع اما الواحد يروح مره في الشهر؟ مش هي مش الاصل ان النساء خرجه ولاجه؟ طب يا ام ياسمين، هي بتبقى قايله لزوجها انها خارجه وما راحوش يروحوا مع بعض يقعدوا في مكان في بيت واحده فيهم مثلا ويقعدوا يفطروا وكل واحد يجيب حاجه؟ ما فيش ذكر لله سبحانه وتعالى. ايه حدودي انا كأم معاهم في الشرع؟ لاني لما بلاقيهم بينزلوا كده انا بحزن. المفروض ان احنا زوجناهم لناس ملتزمه. فكنت عايز اعرف من حضرتك وتوجه كلمه للاخوات دي. انا عايز اقول لك الاخوات دي بيبقوا منتقدات، ما هماش حتى هنقول يعني مش ملتزمين، ده المفروض ان هم فاهمين في الشرع وعارفين. فعايزه راي حضرتك في الموضوع ده، وجزاك الله خير. اشكرك على المكالمه والمداخله يا ام ياسمين، وربنا يحفظهم لك ويجعل ذريتك صالحه، اللهم امين يا رب العالمين. شيخ الكريم، الموضوع طبعا مهم جدا، لكن نكمل كلامنا ونجيب ارجع للاخت الفاضله الكريمه. اذا قراءه الفاتحه ما يترتب عليها شيء. تمام. هي تقول انا معاهده الله، حضرتك قلت لو قال نعاهد الله او اقسمنا. اذا الامر هنا يتوقف. هي تقول أنا أثبتت براءتي، يعني جلسنا في موضع وأنا مظلوم وافتري علي، ثم تعاهدنا أو قرأنا الفتحة كما هي قالت ألا نتكلم في هذا الموضوع. إذا أنا في نظر الناس أنا مذنب وعاصي، وأنا الذي فعلت هذه المصيبة. فأنا هل يجوز لي أن أنقض هذا وإن أقسمت عليه لإثبات براءتي؟ نعم، وأكفر عن يميني. أما في قراءة الفاتحة في شيخ قال صلى الله عليه وسلم من حلف على شيء فرأى الخير في غيره فليفعل الخير وليكفر عن يمينه. هي ما أقسمت كما وضح في الرسالة الأستراليا، قالوا أنا قرأت الفاتحة ثم هي بيّنت وأثبتت براءتها فلا شيء عليها. جزاك الله خير شيخنا الكريم. أخت الفاضلة أم ياسمين طبعا بنتها منتقبتان ما شاء الله، وبعد الزواج الحمد لله، بس هي ترى هي التي ترى ان في بعض الامور لا ترضيها، لانها ترى ان فيها بعض المخالفات. حدود المعامله، كيف تعامل بنتيها وهما متزوجتان؟ انا اقول لاختنا الكريمه بارك الله فيها، انت الان لست مسؤوله عن البنتين، فبمجرد العقد عليهما وانتقالهما من بيت ابويهما الى الازواج يعني، انتقلت المسؤولية كاملة، أصبحت في عنق الزوج. نعم. حتى ولو عصت البنت الله سليم يسأل عن ذلك الزوج وليس الأب ولا الأم. طب حدود النصيحة طب. دور الأب والأم. أيوه. النصيحة. تمام. يعني نبينا ديننا إسلامنا قرآننا علمنا النصيحة تكون دائما بالحكمة والموعظة الحسنة. يعني دوري كأب خائف على بنتي، دورها كأم أخاف على ابنتي من معصية الله، فإنها توجه ولا تمل التكرار. لكن هل يجوز لها أن تقاطع؟ هل يجوز لها أن تتركهم على معصيتهم بحجة أنني أكره هذا العمل؟ لا. فإذا أنا ما تركت العاصي لمعصيته وهي تركت العاصي لمعصيتها، خاصة من أبنائنا وبناتنا، أكلهم الشيطان، هتزيد المعصية، ستزيد. لكن ربما كلما أنا ذكرت مرة بعد مرة ربما استحوا من الله، وربما كانوا في غفلة فاستيقظوا. هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. إذن ليس عليه تبعيد. طب قد يختلف الأمر والفعل في وجهات النظر بينها وبين بناتها. ربما هي جزاها الله خير كانت تريد من ابنتيها أن ترقى في الطاعة، أن تزيد في الطاعة لله تبارك، من قراءة للقرآن وحفظ، وأن يوجه الأولاد إلى نفس الطريق، بورك فيها جزاء الله خيرا. لكن قد تخالفها البنت، أو قد يرى الزوج خلاف ما ترى الجدة حفظها الله وبارك الله فيها. لكن ينظر إلى الفعل، المكان الذي سيذهب إليه لتناول الإفطار فيه إذا كان به من المخالفات الشرعية
نعم لا يجوز الذهاب إليه لا فطارا ولا غداء ولا عشاء. هي قالت أماكن عائلية، لكن هي ترى أن هي المسألة تبقى مرة في الشهر ما تبقاش مرة كل أسبوع. أنا لا أقصد لا مرة ولا مرتين، هذا الأمر يسوس أهل بيته. صحيح الزوج. الزوج ربما أنا أرى أريد أن أدخل السرور على أولادي كل أسبوع كل يوم كل أنا هذا شأني. لا دخل للحماة أو لا دخل لأبي ولا أمي ولا الجراء ولا أحد. صحيح. لكن أنا أنظر هذا المكان الذي يتم الذهاب إليه هل فيه مخالفات شرعية من الموسيقى وغيرها إلى آخره؟ نعم فيه، إذن لا يجوز به أصلا من الأصل. فإذا كان من منتقبات تبقى الكاسة أكبر. فأنا أرجو من أخواتنا المنتقبات، أرجو من كل من هو ملتزم أن يزيد في الطاعة. المسلم دائما يرقى ويزداد لا ينحدر لا يقل، فمن تذوق لذة الطاعة عيب عليه أن يقل منها. تمام. هي طبعا أم ياسمين جزاها الله كل خير فيها، لأنها تغار على بنتيها وهي تراهما دائما يعني تريد أن يكون في ازدياد في الطاعة. نعم تمام. وهي أم وغيرة الأم على الأبناء مستمرة حتى بعدما أن يتزوجوا، ولكن هي ليس عليها أي شيء إلا النصيحة إلا النصيحة. نعم. تمام. ليت كل الأمهات مثلها. لما؟ لأنها ما أرادت إلا ابنتيها أن تقف عند مستوى محدد من الطاعة، ما أرادت أن ترقى ازدياد. وأرادت ممن تزوج من بنتيها هذا الأخ وهذا الأخ الآخر أو الزوج وهذا الزوج أن يأخذ بأيدي إلى طاعة. هذا أسأل الله أن يجعلنا من المحسنين يا رب. يعني شيء بعيدا عن سؤال أختنا أم ياسمين، ولكنه ربما يتعلق به من بعيد أو قريب، لكن مش في السؤال. فعلا نرى بعض الشباب وبعض الإخوة وبعض المنتقبات وبعض الملتحين أو ما يقال عنهم الملتزمون ممكن فعلا يكونوا مترددين على أماكن مثل هذه التي ذكرت حضرتك، يكون فيها موسيقى يكون فيها نوع من الترف، وده ممكن يدخل على القلب نوع من أنواع التسيب شيئا فشيئا. بورك ولكن ناخد تليفون. طيب. ربنا يرضى عنك. الأخت هويدة، من معنا؟ السلام عليكم. الأستاذة هويدة تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي يا أختنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختنا تفضلي. تفضلي سامعين حضرتك. كلمي حضرتك. عايز أسأل بس يا شيخ. سامعين حضرتك تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أختي يعني اتطلقت من جوزها. نعم؟ نعم نعم تفضلي. في أخت يعني وزميلة اتطلقت من جوزها علشان تاخد معاش والدها وبعدين رجعت لعرفي، هل ده حلال ولا حرام؟ حاضر حاضر. شكرا لك يا أستاذة جزاك الله خيرا بارك الله فيك. ربنا يكرمكم ويكرمنا ويتوب علينا آمين ويردنا إلى دينه مردا جميلا يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. نجيب عن سؤال اللي بعض الشباب بيترددوا وخاصة من الملتزمين والملتزمات أو من لهم سمت ودل وهكذا. المفروض من المسلم قبل أن ينطلق إلى مكان، أولا الإسلام ليس ضد الترفيه، الإسلام ليس ضد أن نستمتع بالشاطئ ولا بالماء ولا بالهواء، لكن علي كمسلم أن أبحث وأرى المكان الذي لا توجد فيه المعصية. فإذا أردت أن أذهب إلى الشاطئ نعم يجوز، لكن كيف؟ علي أن أجد المكان الذي لا تقع عيني فيه على الحرام، فإذا وجد صار وجودي فيه محرما. فالتحريم ليس لأجل، سبحان الله، أنا رجل مسلم يعني أربأ بنفسي وأنأ بنفسي أن أوجد في معصية أو أوجد في مكان يعصى فيه رب الأرض والسماء، كيف لو قبضت خاتمة سيئة والعياذ بالله. فأنا أقول لكل أخ لكل ملتزم، الالتزام ليس شكلا، لا، ديننا قبل أن يكون كلام هو سلوك وعمل. نعم. فعلينا أن نثبت للناس التزامنا بأعمالنا لا بأقوالنا. لا أقول فقط أمام الناس، فإذا ما خلوت بنفسي بيني وبين ربي عصيت، أو في أماكن كثيرة أقول هذا ليس التزاما بالمرة. نعم. جزاك الله خير شيخ الكريم شيخ سامي، ربنا يتقبل. ولكن كنت بتقول المكان الذي ليس فيه معصية، كنت سأقول لك أين هو، نسأل الله العفو والعافية. إن بقت الأماكن كثير إلا من رحم ربنا عز وجل. ولا نريد أن نضيق على أحد، ولكن الإنسان قدر المستطاع يختار. سدد وقرب، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. نعم. جزاك الله خيرا.
الأخت الفاضلة هويدة تقول أن هناك أخت طلقت من زوجها من أجل معاش والدها، يعني وده سبب الطلاق ثم عادت إليه عرفيا. إذن عندي في السؤال سؤالين، نعم، أو نبين فيه نقطتين. النقطة الأولى، تم الطلاق على الورق رسمي بوثيقة الطلاق المعروفة لدى المأذون، وهذا من أجل أن تحفظ معاش الأب أو والديه، يعني طول وهي متزوجة ملهاش معاش، وهذا محرم شرعا في تحايل، لأنه تدليس. وتدليس المؤمنون عند شروطهم، العقد شريعة المتعاقدين، لا يجوز شرعا. يقول لك أصلا ممكن تتطلق بعد كده، لما تتطلق بعد كده بتروح تقدم وثيقة الطلاق يرجع لها المعاش مرة تانية قانونا. يبقى لماذا نصر على التحايل؟ لماذا نصر على أن نربي أنفسنا وأبناءنا على مال حرام؟ هذا لا يجوز شرعا. كثير من الناس يقع في هذه المصيبة وفي هذا البلاء، هذا محرم غش وتدليس ولا يجوز ذلك. المسلم لا يغش ولا يدلس. يا أخي الكريم بارك الله فيك، تفضلت وقلت من لحظة، المسلم إذا ترك أمرا في الحرام خوفا من الله أبدله الله أحلى منه في الحلال، سبحان ربي. إذا هذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. إذا هذا المال بيأخذوه مال محرم شرعا، لأنه أتى بالغش وبالتحايل وبمخالفة. يقول لك أصل الدولة، إيه دخل الدولة بالقصة دي؟ والله الذي لا إله غيره، ما انتشر الفساد في بلاد المسلمين إلا بنا، بالمسلمين أنفسهم. طب لو حد قال أنا ظروفي المادية صعبة ومضطر ان انا اعمل كده، طبعا انا مش بفتح الباب ده، انا فاهم قصد حضرتك، ان ربما كثير من اخواننا ياتي هذا ويقول هو انا لو مش محتاج المعاش ما كنتش هعمل كده، او انا اصل انا يا دوبك اللي جاي انا سارد اقل من اللي رايح. انا سارد عليه برد اخر بنفس لغتي، كيف لو لم يكن لك سبيل الى هذا المعاش؟ ستموت جوعا؟ حاشا لله، لان العبد لا يموت جوعا. من الذي يرزق الطيره؟ الله. عندها وزاره خزانه؟ عندها اعمال؟ تغدو في الصباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكننا نفقد التوكل على الله. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة، تغدو خماصا جعانة جائعة طاوية البطون ملتصقة وتعود بطانا، من الذي ملأ بطونها ومن الذي دلها؟ إنه الله سبحانه وتعالى. إذن لا للتحايل بالمرة والأصل، وعلى المسلم أن يتعفف وأن يتقل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بارك الله تعالى فيه، هل الطلاق، نعم الطلاق محسوب، هل ننظر إلى الرجوع العرفي الذي تقصده، هل هو توافرت فيه أركان كلمة عرفي لدى الناس؟ أنا أشهد الله أنه الزنا بعينه. هو موضوع العرفي، أنا مقصدش صعبة السؤال الآن، موضوع عرفي، هل هو عرفي بينها وبين الرجل؟ نعم. أم أن بالضبط. الولي كان حاضر وكان في شهود، هنفصل هذا القول، ولكن بعد الأستاذ بالضبط. سيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فضلك أستاذ سيد وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك اسمعنا أو ابتعد عن التلفزيون شوية، اسمعنا من التليفون. تفضل. يا شيخ أنا عندي مشكلة. تفضل، ربنا يعافينا وياك، تفضل. عندي مشكلة يا شيخ. تفضل. حاضر يا شيخ، حاضر. يا شيخ أنا عندي أختي رمى عليها زوج يمين الطلاق مرتين في التليفون. ماذا قال يا أستاذ سيد؟ قال إيه؟ قال لها إيه؟ يا شيخ قلت لك عندي أختي، أنا فاهم اللفظ اللي قاله لها كان إيه يا أستاذ سيد؟ مرتين في التليفون. نعم، اللفظ اللي قاله لها ايه؟ قال لها ايه؟ قال لها ايه في التليفون؟ اللفظ بالضبط. نعم. اللفظ الذي قاله لها في التليفون كان ايه؟ اتكلم التلفزيون لما اطيح. طب ماشي، انا طب كويس، طب اتفضل. قال لها انت طالق. تمام. انت طالق. انت طالق. انت طالق وتحرمي عليا اليوم الدين. تمام. وتحرمي علي ليوم الدين. تمام. بعدين فبعد ما قضى فرصة السفر ورجع قالوا لنا تطعم 60 مسكين.
69 مش 69 تمام سنجيب. بعدين يا شيخ بعدين لما جانا انت بتسمع نفسك يا استاذ سيد، قلت لك ابعد عن التلفزيون عشان التواصل. ما الحل يا فندم؟ حاضر وصل السؤال، ربنا يحفظك ويحفظها ويعافينا جميعا. حاضر يا استاذ سيد حاضر، شكرا على اتصالك، ربنا يعافي الجميع، اللهم امين يا رب العالمين. الموضوع طبعا محتاج تفصيل وموضوع اخونا سيد، ولكن احنا كنا وقفنا عند شيء من اهميته بمكان، نكمله ثم نعود. نعم. بعد ذلك ارجع مره ثانيه الى الاخت الكريمه السائله. نعم. هذا الطلاق تم بورقة رسمية عرفي. نعم نقف، عادت الي عرفي. اقول اذا توافرت كافة اركان العقد، يعني الولي والشهود والمهر الى ذلك، العقد صحيح. يعني كتبنا ورقة وابوها هو الذي زوجها او اخوها، المشكلة عدم التوثيق بس. نعم. ولكن لم يوثق فالزواج شرعا صحيح، لكن اذا تم الرجوع بينها وبين زوجها فقط لا بولي ولا بغيره، فهذا نقول للأسف الشديد الزنا بعين الكثير. ممكن حد يعمل كده فعلا، يقول أنا سأطلقك على الأوراق وبعد كده يعني أتزوجك عرفا بيني وبينك وانتهى الأمر. هناك دي تبقى مشكلة ما يجدر الإشارة إليه. نعم. إذا كانت الطلقة الأولى أو الثانية الذي يسمى الطلاق الرجعي، وتم الطلاق لدى المأذون ثم راجعها في العدة، يجوز شرعا؟ نعم الرجوع في العدة وبدون ولي وغيره، لكن هنا وقفة. طب ممكن ناخد مسعد ونرجع للوقفة. طيب ماشي. الموضوع موضوع الطلاق موضوع أصله هو طويل. نعم. ومحتاج كلام كثير. السلام عليكم يا أستاذ مسعد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل أخي الكريم. تفضل. تفضل يا أخي. وعليكم السلام، تفضل. حضرتك دلوقتي بخصوص السؤال اللي هو بتاع الطلاق. الو انا سامعك، تفضل. كان في بعض العلماء جم على وقالوا زي جواز يحصل اشهار عقد الطلاق لا يجوز الا بالاشهار فسخ العقد عند المأذون. فسخ عقد لا يجوز مش في طلاق، واحد لو طلق مراته ما فيش مشكلة طالما ان ما عملش عقد اللي هو قسيم الطلاق، يعني طبعا قسيم الطلاق مطلع الدماء ده الكلام اللي قاله الشيخ، هل الكلام ده صحيح ولا لا؟ انت حضرتك اكيد انت في حاجه يا استاذ مسعد، في لبس عندك في الفهم في المساله دي بالذات، فالشيخ لسه ما خلصش الكلام في الموضوع. اشكرك. هو يبدو ان حصل لبس في بعض الكلمات، تفضل. ارجع مره ثانيه اقول هناك وقفه، الرجل طلق زوجته على يد المأذون، خرجت قسيم الطلاق قولا انها مطلقه من هذا الرجل وما لم تنتهي عدتها بعد، هل يجوز له ان يرجع؟ نعم. فقال لها رجعتك الى عصمتي، رجعت. بس هو طلقها عند وقفه هنا وقفه. رجعت شرعا، لكن من الذي يثبت ان هذه المراه زوجه له؟ مفيش، لا يوجد. وهذا ما الفت النظر اليه، اذا طلقت المراه بورقة رسمية احرصوا ألا ترجع إليه إلا بورقة رسمية. ما لا يجوز الواجب إلا به فهو واجب. نعم. صحيح. لما؟ لأن كده في حقوق هتضيع. لو أنه أنكر الأولاد. صحيح. واتهمها بالزنا. ما عرفكيش. ما الذي يثبت؟ معي صحيح. ورقة تقول أنها مطلقة وليست بزوجة لي. مع أنه دخل بها وعاشرها. وهو صحيح شرعا، لكن أرجو إذا صدرت ورقة تقول طلاق لا يرجع إليها إلا بورقة أخرى، هذه واحدة. الأمر الثاني، إذا كان العقد العرفي للأخت الكريمة سألت عنه، نعم، توافرت كافة أركانه فالعقد سقال صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي. أنا سمعت الأخ الكريم ربما الصدق كان واضح، لو عندك يعني شيء تمام يعني اسعفني، بمعنى الأخ ربما أنا سمعت منه وقد أكون أنا سمعت خطأ أنه إذا تم الإشهار فالزواج صحيح. الطلاق كمان لابد أن يكون بإشهار. الطلاق لا يشترط فيه الإشهار. تمام. دلنا على أي كتاب ما قال ذلك إلا الشيعة.
لا شافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا ابن القيم ولا ابن تيمية، لو عددت أسماء لن أنتهي. لم يقل بالإشهار على الطلاق والرجعة إلا الشيعة، إلا الشيعة. لكن نقول دائما وأبدا عندنا كتاب وسنة نسير عليه. تمام. سؤال الأخت هويدة بالنسبة لصديقتها أو أختها، تمام، هل هذا ما فعلته في الشق الأول والثاني فيه حرمة، إنها طلقت من أجل المعاش؟ من أجل المعاش محرم شرعا، والمعاش تمام. حرام تمام. والزواج الشق الثاني إذا كانت متوفرة الأركان والولي، لأنه قال لنكاح الولي وشدي عد، فالزواج صحيح. أما إذا كان فيما بينها وبين الزوج فنسأل الله العفو والمعافاة. أمين. أخونا الأستاذ سيد، عندي مشكلة، أختي طلقت، زوجها رمى عليها الطلاق مرتين، قال لها أنت طالق وتحرمين علي إلى يوم الدين في الهاتف مرتين، تمام؟ الطلاق وهو أطعم 60 مسكينا بعدما عاد. أنا لا أدري يعني أطعم 60 مسكين على أي أساس؟ تمام، عشان والذين أفتوا لعله تم أنه سأل ثم بعد ذلك قيل له مشكلة في التحريم، أنت محرمة عليها. التحريم لم يقل كظهر أمي، تمام، أو كأمي أو كأختي، حتى نطعم 60 مسكين، هذه مصيبة. إذا أقول الطلاق في الهاتف محسوب، لأنه طلاق صريح، ما دام الهاتف لزوجها ويتعرف صوت زوجها فالطلاق محسوب وواقع. طلقتين نعم، بشرط ألا يكون في مجلس واحد، يعني مسك التليفون كده أيوة أنت طالق أنت طالق، ده محسوب طلقة واحدة على رأي ابن تيمية خلاف رأي الجمهور. مجلس واحد في مجلس واحد في وقت واحد يحسب طلق. من الواضح من السؤال أن الطلاق متفاوت متفرق، فمحسوب طلقتين. الجزئية اللي يعني أخونا يعني ودي نصيحة أنا بنصح أخواننا دايما اللي بيتصلوا يخفضوا التلفاز، لأن التردد الصوت لا احنا بنسمع ولا انت بتسمع، في فرق بتاع 20-15 تماما. فكان ينبغي ان احنا نستوضح منه. تمام. وبقول عاد الزوج من السفر، يا ترى المدة اللي بعد الطلاق دي كانت قد ايه؟ هل العدة قد ايه؟ الله يقول في القرآن والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، يعني تحيط ويجي الطهر، ادي واحد يجي الحيض وبعدين تطهر، اثنين يجي الحيض وبعدين تطهر، العدة خلصت. قد يكون 40 يوم، قد يكون 60 يوم، قد يكون 90 يوم، هذا حال يختلف فيه النساء تماما. فبالتالي ننظر في فترة السفر اللي الأخ سأل عنها، هل لما رجع الزوج رجع في خلال العدة؟ نعم، إذا الرجعة صحيحة بشرط ألا يكون هذا الطلاق رقم 3. طيب لا والله يا شيخ ده رجع بعد انتهاء العدة، يجب عليه ان يعقد على الزوجة من جديد والمهر بمهر عقد ومهر جديدين كأنها لسه بتتجوز بولي تماما وشاهد عدل تماما، بشرط ما يكونش هذا الطلاق رقم 3. صحيح، لانه لو 3 تبقى محرمة عليه لا تحل لك. لكن حكاية اطعام 60 الطلاق ليس له كفارة، هو 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 اطعام هنا، اسمح لي شيخي، لعل من افتى له افتى له انه حمل هذا على انه قال انت تحرمين علي الى يوم الدين على انه كالظهار مثلا. قال الامام علي لو ان كل جاهل سكت لسقط كل خلاف، لعله ساله عن نيته ماذا كنت تقصد. الطلاق الصريح لا يفتقر الى نيه، لا هو اذا كان على من افتاه ان يبين له الاثنان. تمام. عندي في المسألة لو هو ذكر فيها كأمي كظهر أمي كأختي، عندي في المسألة حاجتين، عندي في السؤال طلاق وظهار. الطلاق محسوب قولا واحدا من غير سلام ولا كلام، لا نية ولا بالنية. أما الظهار هنتكلم فيه، لكن هو الذي سأل محرمة علي إلى يوم الدين، هذه كناية من كنايات الطلاق، لأنه أردفها بالطلاق. ولو لم يردفها كناية، يعني قال الزوج لزوجتي أنت محرمة علي. فهنا من الذي يبين نية الزوج؟ لأن كلمة تحتمل الطلاق وغير الطلاق، فإذا قصد بها الطلاق محسوبة طلقة، وإذا لم يقصد بها الطلاق يكفر كفارة يمين. فما ألغيش، أترك اليمينين الصريحين اللي قبليها وألغيهم وقالوا روح كفر كفارة يمين، هذا اسمه العبث بدين الله، لأنه قد يكون قد كفر
ظنا منه انه ليس عليه شيء وان الطلقات لم تقع. هذه مصيبة. ودي مصيبة، نسأل الله العفو والعافية. هو كده وقعت الطلقتان. نعم. ولا مكان للتكفير. اذا كانت هذه طلقتان فقط ترجع الزوجة اليه خلال العدة. فاذا انتهت العدة يجب العقد عليها بمهر جديد، عقد ومهر جديد ولكل اركان، كأنها تتزوج من جديد. نعم. جيد. اما اذا كان الطلاق الثالث يعني كان في طلقة قبل الاثنين دولي، تكون الزوجة محرمة عليه شرعا. نسأل الله العفو والعافية. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ سامي السرساوي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. نورت دايما أو منور دايما قناة الندى، وده معادك الثابت يوم السبت من كل أسبوع في أهل الذكر. طبعا في أيام أكثر يا سيدنا، وربنا يتقبل. صلى الله عز وجل أن ينفع بنا وبك وأن يتقبل منا جميعا. آمين يا رب. آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. إن شاء الله تعالى ألقاكم غدا قبل الآن بإذن الله، قبل الآن بساعة من الزمان، ومع برنامج أهل الذكر. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا بكرة.